ما اعرفش يعني، جيت في لحظه كده بقى عندي 70 كتاب، ده انا كل محصولي من الدنيا شويه كلام. الحكايه دي ضايقتني. عبد الوهاب اقدر اقابل ربنا بشويه كلام يعني؟ انت قال لي طب ايه فيها ايه؟ ده اسمه فن، موقفك يعني مش مضمون. لا شوف بقى، في فرق بين اقوال واعمال. يعني اطعام جائع او كسوه عريان، كفالة يتيم، أو عمل مشروع خدمي، صدق لك بعد موتك. والذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. دليل لأن العمل شيء غير بقى القول. ده اللي خلاني أفكر في المشروعات وفي المسجد ومسألة المستشفى والمراكز الطبية. لما ابتديت أمد إيدي في المشروعات دي لقيت 1000 إيد بتتمنى راضي، والأبنية والتجهيزات الطبية اللي فيها تزيد عن 85 مليون جنيه، خدمة 700 ألف مريض.